تجاوز حاجز 20,000 للكيلوغرام الواحد. اللحوم الحمراء تغيب عن المائدة الرمضانية لدى أغلب العوائل في ديالا التي تتبضع في الأسواق بعيدا عن محلات القصابة، فجشع بعض التجار حرم هذه العوائل من تذوق اللحوم في رمضان. عوائل فقيرة يا بي على التقاعد، شوف اللحم 25 العالم شوفها تتحصر عليه، ما حد يقدر يشتري. منين تجيب العالم خاله؟ هن تقاعدات، هاي نجلس السوق ناخذ هالموجودات ناخذها ونطلع. أبو خالد أشهر القصابين في سوق بعقوبة يشير إلى احتكار بعض الجهات استيراد المواشي ولفئة معينة وبأسعار مرتفعة، مما يصعب تخفيض أسعارها بالوقت الحالي. بس حلال غالي، يعني استيراد ماكو، استيراد ما يطب لنا، كان الإيراني يطب، التركي والسوري، ماكو سوري وغالي، يطلع علينا تقريبا البصخة ب10,000 صافي 20 ينقسم بالنص. وكانت وزارة الزراعة قد قررت دخول المواشي المستوردة للأسواق المحلية بعد منعها لعدة سنوات، إلا أن الأسعار ما تزال مرتفعة وتحتاج إلى رقابة من قبل الجهات المعنية. قد قررت وزارة الزراعة بالسماح باستيراد الحيوانات المعدة للذبح وكذلك التربية، وذلك للسيطرة على طلب المتزايد على اللحوم الحمراء ورفض السوق العراقية بمنتجات اللحوم. وقد تكون الإجراءات الحكومية الأخيرة بالسماح لدخول المواشي للعراق انطلاقة نحو استقرار في أسعارها، وهو ما استبعده مختصون في حال ترك بعض التجار يضاربون بأسعار اللحوم مع حلول شهر رمضان من كل عام. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة.